السلام عليكم. تعيش المنطقة العربية كغيرها من بقية مناطق العالم على وقع جائحة الكورونا COVID-19. إن تفشي الفيروس وضع الدول أمام خيارات صعبة وأنتج تحديات نوعية في كل المجالات، وخاصة منها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. الأكيد هو أن مجابهة هذه الجائحة يتطلب إجراءات استثنائية وخطط استعجالية غير تقليدية. شبكات الاتصالات تبوأت خلال أزمة COVID-19 أهمية حيوية للحفاظ على صحتنا وسلامتنا، وأيضاً للحفاظ على اقتصادنا ومجتمعنا، حيث تسارعت الحكومات والمؤسسات والأفراد إلى وضع استراتيجيات رقمية لمجابهة الآثار الكارثية لوباء COVID-19 على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات الاقتصادية. وبهذا الشكل أصبحت شبكات الاتصالات تشهد حركة مكثفة حادة، وذلك تحت ضغط انتقال العمل والتعليم إلى البيوت وتضاعف استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الفيديو عند الطلب. المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في إطار حرصها على دعم ومساندة الدول العربية والهياكل المعنية بمجابهة هذه الجائحة، قامت بتطوير منصة خاصة للإعلام والتوعية تقوم من خلالها بإدراج كل المشاريع والبرامج التي تعتمد على تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والتي يقع تنفيذها حالياً من طرف الدول والهياكل العربية المتخصصة. هذا ويمكن الاطلاع ونشر هذه التدابير والتطبيقات والحلول التي يتم تنفيذها عن طريق استعمال المنصة الموجودة على موقع ويب المنظمة. دمتم في حفظ الله.